سالم الدوسري، الشهراني، محمد كنو، عبد الله عطيف، كل هؤلاء اللاعبين، الغنام، نواف العابد اشترك المباراة الماضية كلاعب بديل، اليوم يلعب كأساسي. معنا على المستوى الدفاع فريق منظم، تعادل سلبي، لكن تبقى مباراة اليوم جدا مهمة بالنسبة للفريق اللي حقق، راح تقريبا يعني يخطو خطوة إلى نقول إحنا الدور الثاني. أصدقائي المشاهدين، أحباء كرة القدم الخليجية في ثوبها المشرف جدا، نلتقيكم في نسخة خليجي 24 هنا من استاد عبد الله بن خليفة في الدحيل في الدوحة العاصمة القطرية، واللقاء المرتقب بإدارة ليونيل أمامكم السويسري بين منتخبي السعودية والبحرين. لقاء الأزرق سيد الخليج بعشر ألقاب في أن يعود في المباراة ويتفادى خسارته الأولى في هذه الدورة. إلا عن دور التسعين الكرة تنطلق سعودية، الانطلاق من الطرف، تدقيق لعب الشوط الأول، سالم الصاروخ، الدعوة الصاروخ بالرأس، والكرة الأولى لهز الشباك. المونت آسيوي غاب من سنوات، من 14 سنة عن كرة السعودية. كرة خطيرة، فرصة لهز الشباك البحريني. أمشي سالم، الدوسري في الاتاك، والكرة تمشي من كنو، وكاد يكون الهدف الأول، أو كرة من نواف، كرة من الدقائق الأولى. المنتخب السعودي بروح أخرى، المنتخب السعودي بتركيز أكبر من ماتش ديربي الكويت. المنتخب السعودي يدخل على 369 في تاريخ دورة الخليج، الأهداف 911 يا سادة، والسعودي سجل 912. الهدف الأول ولكن ملغي، الهدف الأول يلغى. ردة الفعل كبرياء الكبار، التسلل موجود وقرار سليم. اللعبة تخرى عبد الله طيف، والكرة تتسرح عن طريق الغنام. غنام المنتخب السعودي خطير في هذه الكرات، حلوة برشا، يصنع الفارق، المراوغة موجودة، العرضية، والدفاع البحريني فيها للليبورية. كرة خطيرة السعودية على مستوى منطقة الجزاء، ذكية برشا في دار الدفاع، تقدر تمشي كرة سعودية. الأخضر عن طريق ياسر الشهراني، شهراني شهراني شهراني، يحاول حط الكرة بحرينية. المنتخب البحريني في كرة خطيرة جدا، فرصة كبيرة، وكرة الهدف الأول لولا فواز القرني. الله على أحلى كرة، الله على كرة تخطف، الله على كرة تسدد، والله يا قرني على كرة تصد، أحلى كرة في المباراة. سعودي يرجع في كورته لباس، والكرة واحدة اثنين، صراع الإخوان هنا في المباراة، وكرة خطيرة على منطقة الجزاء، فرصة كبيرة، وين سالم؟ يدخل سالم، سالم سالم، والحارس، الحارس يتصدى. المباراة هي كثير من الحذر، كثير من الحسابات. البحريني ممنوع الخسارة، لأنه حتى في التعادل الماتش الثالث فاصل يربح يتأهل. في المقابل الأخضر السعودي لا خسارة اليوم، لأنه معها يخسر حظوظه. الانتصار يقرب السيمي فاينل. جول يا عالمي يا ولد، يا عالمي يا ولد، يا حمدان حمدان، والميدان يحميدان. المنتخب السعودي يفتح باب التسجيل بذكريات خليج 94 و2002 و2003، تاريخ معانقة الذهب وتاريخ في آسيا. أنا نتكلم، أنا نوشر، ما نتكلمش، تاريخ عريق جدا. سنوات 84 88 96، من كان بطل كي آسيا؟ الأخضر عاد لكم من جديد، 1-0. الآن المباراة تبدأ. السعودي يتقدم واحدة بلاش، المراوغة ممتازة، هذا رايح الحمدان، يمشي حمدان بحركة الهدف الأول، يعطي للشهراني، الدفاع البحريني ورا الشهراني، شهراني تحط الكرة مرة أخرى للسعودية، تحضير ممتاز، امتياز يا ولد، يا ولد على هذه المهارة. شومي يمشي سلمان الفرج، كرة من سلمان، سلمان للسالم، سالم سلمان، عودة له ممتازة، يمشي بكرة خطيرة بيرسو الثاني، والحارس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذه معزوفة، هذه معزوفة السعودية، هذه على طريقة العرضة، هذه على طريقة الفن التقليدي. واحدة اثنين، خذوا 20 سنة بعراقة كورتهم، بقوة أسمائهم، بقوة إمكانياتهم، 24 سنة وفرصة الثاني، 24 سنة، نعم 94 كانت البطولة الأولى للمنتخب. على هدف رائع من الحمدان، يتقدم به الأخضر السعودي بشكل منطقي وبشكل مستحق.
امام الروح الانتصاريه الكبيره للاخضر السعودي اللي ممكن يخلصها بالثاني في هذه الكره. ينطلق النفاث السالم الدوسري، دوسري مراوغه ممتازه حلوه يا سالم، يوزع كره والدفاع اسيا والكره تمشي مره اخرى كانه بالراس، الدفاع ضغط كبير سعودي وفرصه الهدف الثاني ومرت سلامات. التقدم عن طريق الممتاز، كره خطيره جدا الغنوه الثاني والكره على القائم وفرصه وضاع الهدف الثاني. الله على اخضر في الشبكة تفرح ملايين، يضرب والكرة في القائم، الكرة تنوب من في عهدة الفرنسي إير فيرنار، خطيرة والكرة أجوال. والبحر الدفاع كانوا أبطال الخليج وفي مناسبتين أبطال العرب، الشباب الليث الأبيض حقق الزعامة والكرة بحرينية خطيرة جدا، شوت وخطيرة والقرني عربية آسيوية والكرة تمشي حلوة فمش تسلل، كرة التعادل البحريني راس راس. ما هذا؟ ما هذا؟ لا هكذا تدار الأمور، ما هكذا تدار الفرص، ما هكذا تجسم الأهداف، ما هكذا تحرى تمشي من ركنية، ركنية السعودية تلعب عرضية راسية الثاني، الثاني الأخضر، الثاني الأخضر، الثاني الأخضر. الخبران يأتيكم بالخبر، الخبران يأتيكم بالخبر، وسط كاميرا ترصد الرايات، وسط كاميرا ترصد الأفراح، وسط كاميرا وعدسة ترصد راسية الخبري، الخبراني محمد عبده وفنان العرب محمد عبده يقول سير يا الأخضر سير، دير يا الأخضر دير، حقق وواصل المسير. الثاني في الشبكة، الثاني براسية، هذه أول مرة في التاريخ، ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، أول مرة في حياتي وأول مرة في حياة معلق يعلق على بينالتي ضرب جزاء بالرأس. اللقاء أعلى والكرة خطيرة والكرة من دوسري وسالم يمشي وحلوة برشا والهدف الثالث يضيع والكرة وجول في تسلل راية، والثالث والثالث والقائم والقائم يا حمدان في وقت تعديد الامتيازات. والعرض في هذه المباراة 2-0 وحديدة اليمين تكلمت من السالم الدوسري والحديدة اليسارية قتلها، انت الدفاع موجود، الكرة الثانية كما جات والتسديدة وكرة برا عمان، وبالتالي خرج كنو وخرج نواف ويمشي السالم ما يخرجش، سالم يدخل ما يخرجش وخطيرة والهدف الثالث ومش ممكن على كرة. سلمان يا فرج متاع كورتنا والفار اظنها دخلت بكل محيط يا ملا. لا لا لم تدخل لم تدخل، العب العب العب، لا تستنى الفار، الشوالي قال لك يا ليونيل. لا واضحه جدا لم تدخل اصلا. ضد الازرق مازال في السباق والثالث في الطريق والكره من هاتان، هاتان يا معلم يا كبير. اي 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 هكذا جيل كأس العالم 2022 في دور ثاني يصبح ولكن ننتظر. هذه كرة من الشهراني، هرب الشهراني، هرب الشهراني، وزع الشهراني والثالث والدفاع والكرة ترجع مرة أخرى. هل سيعطي الأمر للمنتخب العماني؟ وخطيرة هذه، ويني ويني في الشبكة، لا أنقذها للمنتخب البحريني، حلوة من الطرف الأيسر، التوزيع وينه وينه، كرة ممتازة والحارس يفتح اللعب على الطرف، هدف يشعل المباراة في خواتيمها بالراس والكرة في خط السعودي، المرتدة خطيرة وفرصة الثالث عودها له، عودها له، يهرب فيها فرصة هدف الثالث، يمشي الكرة من سالم فمش خطأ، سالم الثالث، سالم يا الله يا الله على قذيفة، يا الله يا ابن الدوسري، الدوسري يسدد.